بقايا الطبيعة، تعاونية نسائية حديثة العهد من الجهة الشرقية للمغرب. فن البقايا لديهم يكتسي دور مهم في إعادة تدوير الجمال من عمق الحياة البحرية والطبيعية، وتسويق مستدام للمنتوجات البيئية من الحاضر والماضي. الجمع ديال هاد البقايا باغ اكزومبل، حنا تنجمعوا هذاك الكوكياج بيدينا، مي هنا في اكادير تعرفنا على واحد السيد اللي هو تيصطاد في اعماق البحار، اللي جاب لينا شي انواع عجيبه من الكوكياج اللي ما كناش كنعرفوهم من قبل، فخدينا من عنده الحمد لله الكوكياج، وغادي نبقاو على اتصال ان شاء الله، غادي هو يبقى يصيفط لينا الكوكياج وحنا غنبقاو نتعاملوا معاه دائما باش ناخذوا من عنده شي حوايج اللي الانسان ما كيلقاهمش في الشاطئ، كيتلاقاو غير في اعماق البحار. للابداع النسائي مسافات لا حدود لها، ولفن الديكور والتدوير من بلح البحر وصدفيات المحيطات جمال ساحر لا يوصف. فواكه البحر كلها كنشتغلوا عليها، كنشريوه بواحد الثمن وكناكلوه، ومن بعد هذيك البقايا نتاعو اللي فاش غنلوحوها كنوظفوها الشموع الطابلوات، المهم كنستغلوا هذاك لي زويت ولا كل من الفواكه ديال البحر كنشتغلوا بهم في الديكوراسيون. المهم هذيك البقايا ديال البحر ما كنخليوهاش تلوث الطبيعه، كنحاولوا اننا نوظفوها وكنبيعوها بواحد الثمن اللي هو مناسب، وكاين اقبال الحمد لله عليها. عبد الله السوداني أسطورة المحيط الأطلسي في صناعة قوارب الصيد التقليدي وجميع أنواع الديكور لموضوعات البحر. كندير القوارب الحقيقيين ديال الصيد، القارب الحقيقي كنبقى فيه من 25 يوم، من 20 يوم حتى لشهر، على حسب السلعة كتكون شي خطرات موجود، كتكون شي خطرات كنستناو السلعة. كنديروا الخشب الباروج ولا كاجو باش كنخدموه، لان في النظر ما كانش الليرز وما عندناش تما العرعر، هذا الخشب كيجي من الخارج. السيدة حسناء من النساء الطموحات، حيث استفادت من مشروع الأكياس البيئية بحوالي 50,000 كيس للحفاظ على المحيطات والحياة البرية. بدينا كنفكروا اننا نخرجوا واحد المنتوج اللي هو غادي في النمط ديال الاكياس البيئيه، تناخذوهم يعني من الخيش وكنصاوبوهم بدي ريسيكلاج، يعني دوك البقايا اللي كتبقى لنا مثلا من الثوم اولا من داك الحرير اللي كيبقى كنصاوبو منه دي موتيف، كناخذوا ان تيم وكنخدموا عليه، ناخذوا مثلا تيم ديال البحر، كنخدموا دي شي حويجات اللي عندها علاقه مع البحر.